أصيب عنصران من القوات الأمنية العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غرب الحلة جنوب العاصمة العراقية بغداد. وقال مصدر في شرطة بابل إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة كان يستقلها اثنان من القوات الأمنية في منطقة البهبهان التابعة لناحية جرف الصخر شمال غربي الحلة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني في الأنبار غربي العراق أن القوات الأمنية دمرت 11 موقعا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال الحملة الأمنية التي تشهدها المناطق الغربية. وقال المصدر إن قوة أمنية من قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من تدمير مواقع لعناصر داعش خلال الحملة الأمنية التي انطلقت أمس في المناطق الصحراوية. وأضاف أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد، فضلا عن إبطال مفعول العديد من الأجسام المفخخة. ودمرت قوات الجيش مواقع لتنظيم داعش وعثرت على 90 عبوة وأحزمة ناسفة في نينوى وديالى شمالي العراق. هاتفيا من بغداد ينضم إلينا دكتور فاضل البدراني، أستاذ الإعلام بالجامعة العراقية. دكتور فاضل، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. ربما كان هناك دعوة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكافة القطاعات الأمنية بتكثيف جهودها وبمسألة اليقظة والحذر من هذه العمليات التي تقوم بها بعض الخلايا النائمة لداعش. هل هذه الدعوة يعني ترى بأنها كافية فقط لمواجهة الخلايا النائمة؟ هل هي كافية فقط لمواجهة هذه العمليات، خصوصا وأن العراق على مدار الأيام الماضية شهد أكثر من عملية من التنظيم الإرهابي؟ بالطبع دعوة رئيس الوزراء للقوات الأمنية هي باعتبار القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوع اليقظة من النواحي الأمنية والاستخباراتية واردة، وهي اليوم ينبغي ان يعول عليها الشارع العراقي في تغيير اداء القوات الامنيه من عمل ميداني وحرب تقليديه ضد تنظيم داعش الى جهد استخباراتي يمكن ان يقلل من زخم الكثير من الامور العسكريه، وكذلك غياب المشهديه العسكريه في الشارع، لكن والاعتماد على الجانب استخبارات الذي يمكن أن يرصد الجهات الإرهابية المعنية في مكانها دون أن يكون هنالك تأثير على المزاج الاجتماعي. بالطبع لو تتبعنا الأحداث الأمنية في العراق يعني خلال هذه الفترة مقارنة بالأعوام الماضية، بالطبع كنا سابقا نشهد في اليوم الواحد 30 إلى 40 عملية أمنية أو انفجارات أو عمليات إرهابية، ربما نصفها هي في اليوم الواحد، نصف من هذا العدد قد تكون نوعية وكبيرة وخسائرها جسيمة في الأرواح والمعدات، ولكن بدأ الوضع بالانحدار باتجاه تقليل الأعمال الإرهابية وأعمال العنف في الشارع العراقي سواء في المدن أو في الطرقات الخارجية، وهذا يؤشر على أنه الوضع الأمني قد تعافى كثيرا. لا يعني ذلك أن نختزل أن هنالك لا توجد تفجيرات كما ذكرتم في الخبر الذي حصل بتفجير في شمال مدينة محافظة بابل قرب منطقة جرف الصخر، وهنالك أيضا لربما عمليات وجهد عسكري متواصل في المناطق الغربية من العراق في محافظة الأنبار
المترامية الأطراف والواسعة. هناك أيضا دكتور فاضل عمليات يعني بخلاف المنطقة الغربية، هناك أيضا عمليات تجرى أو يعني جرت في صحراء الجزيرة، وأيضا هناك بين نينوى و على ما أذكر ديالى، أو يعني لا أذكر المحافظة تحديدا، يمكن حضرتك تذكرها لي، ولكن هناك أيضا عمليات استباقية تقوم بها القوات الأمنية في العراق. ماذا عن هذه العمليات الاستباقية؟ ماذا عن المناطق الغربية وماذا عن صحراء الجزيرة أيضا من خلال طبعا متابعة حضرتك؟ بالطبع تنظيم داعش لديه طريق ومسار يمكن أن يستفيد منهم، يستفيد منها من الناحية الجغرافية وطبيعة المنطقة. المنطقة الممتدة من محافظة الأنبار باتجاه صلاح الدين شمالا إلى نينوى أقصى شمال العراق، هذه كلها منطقة محاذية للحدود العراقية السورية، وكما تعلمين الحدود السورية ما زالت غير مؤمنة، وهنالك تدفق لتنظيم داعش. أصلا تنظيم داعش عندما احتل ثلثي مساحة العراق والعديد من المدن العراقية مطلع 2014 جاء بسبب انهيار الوضع الأمني في سوريا، وبالتالي أصبحت منطقة صحراوية مكشوفة. أيضا فيما يتعلق بديالة، هذه المنطقة ديالة تقريبا كركوك، هذه تمر بسلسلة جبلية تمتد إلى أقليم كردستان العراق وإلى الحدود العراقية الإيرانية، وهذه منطقة متعرجة متموجة وفيها كثافة بساتين، وفيها أيضا لحد الآن في ديالة المزاج الاجتماعي لا زال، كنا نسمع عن بعض الحالات التي يمكن أن لا نتمناها في موضوع قتل من مكونات هذه بالطبع. لا زالت نستطيع أن يسميها العسكريون المنطقة الرخوة، ولكنها إذا ما قرنت بالأعوام الماضية هي أحداث نسبية جدا وقليلة. عموما القوات الأمنية العراقية، وأنا لست في إطار الدفاع بقدر ما أنا في إطار التحليل، القوات الأمنية أصبحت لديها خبرة. تنظيم داعش بنفس الوقت لم تكن لديه الآن تحصينات في مدن كما كان سابقا، ولكن هنالك بلا شك اختراقات، وهنالك ما يسمى بالبلول المنهزمة، ولكن تحاول أن تعيد نفسها من وقت لآخر في إطار عمليات الذئاب المنفردة التي يمكن أن تدخل وتتوغل بملابس عسكرية بملابس مدنية، تقوم بتفجيرات وهي في الغالب أعمال انتحارية. هذه موجودة، لكن بالطبع المواطن العراقي الآن تواق إلى أن يكون يعيش حياة مدنية فيها فعاليات اجتماعية وفيها عمل وفيها نشاط، لكن الوضع بالمنطقة يعني كما تعلمين في الحدود العراقية التركية لا زال هنالك أيضا اضطراب بين تركيا الجيش التركي وحزب العمال كردستان المعارض، لا زالت سوريا وهي الخاصرة التي كان جرح العراق منها. سوريا عندما انهارت واضح أنه هو ضمن مسلسل دولي على تجميع الإرهابيين من كل أنحاء العالم في سوريا والعراق، وبالتالي محاولة قتلهم وتقليل من نشاطهم في البلدان الغربية. طيب دكتور فاضل، يعني من ضمن أيضا تصريحات رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بخلاف يعني توجيهه يعني للقوات الأمنية ضرورة اليقظة والحذر كما تحدثت، كان هناك أيضا يعني تصريح خاص بمسألة أنه الحكومة العراقية لن تسمح بعودة فلول داعش الإرهابي وعودة الخلايا النائمة من جديد أو التنظيم من جديد في العراق. ويعني هناك العديد يتساءل في مسألة هل الحكومة العراقية قادرة بالفعل على تنفيذ مثل هذا التصريح؟ الحكومة العراقية بكافة قطاعاتها قادرة فعلا على مواجهة فلول داعش النائمة في العراق، خصوصا وأنه هذه الفلول الإرهابية كما حضرتك ذكرت بتتخفى في أماكن جغرافية، وربما تستغل الطبيعة الجغرافية للعراق للتخفي والوجود في أماكن يصعب الوصول إليها؟ نعم، يعني أنا
بالأمس استمعت إلى خطاب السيد رئيس الوزراء وتحدث على ضرورة مهاجمة عناصر تنظيم داعش. أعتقد يعني اليوم الخطاب للقائد السياسي العراقي ولا سيما بمنزلة رئيس الوزراء، يعني كنت أتمنى أن لا يكون مثل هذا الخطاب، وكأنه خطاب نحن لازلنا ندخل في حرب شرسة مع تنظيم داعش كما كنا تخوضها القوات الأمنية في 2014 و2015 و16 وحتى نهاية 2017 عندما تم تحرير آخر مدينة عراقية في العراق وهي بعد الموصل كانت القائم وراوة. كنت أتمنى أن يكون الخطاب على إعادة البناء، يعني لأن المواطن العراقي اليوم سئم من موضوع التعبئة العسكرية وموضوع محاربة والحرب والحرب ومصالحات الحرب وداعش. لا، كنا نتمنى أن يكون الخطاب داعش لم يعد قوة، لم يعد كما كان يسمى بالدولة الإسلامية آنذاك، لم يعد يمسك بالاقتصاد وبالنفط والمعادن والآثار والمدن. وكما ذكرت ثلثي مساحة العراق، داعش اليوم أصبح عبارة عن أفراد متخفين ممكن أن يبعثون رسالة في شمال العراق أو في غرب العراق، وممكن أن في جنوب العراق كما حدثت في بابل اليوم. لذلك يعني هذه لا بالنسبة للقائد الميدان العراقي وحتى المواطن العراقي المتابع فات لا يفترق لهذه الأفعال كثيرا، سوى أن هنالك لدينا منطقة الديالة وهي منطقة بحاجة إلى ضبط الإيقاع من النواحي من ناحية المزاج الاجتماعي. كما تعلمين لدينا في هذه المنطقة مكونات متعددة للمجتمع العراقي، هذه بحاجة أعتقد أن جهد الدولة يتركز عليها، لكن لسنا بحاجة إلى أن نشير ونثير إلى نثير مصطلحات الحرب مع تنظيم داعش. عموما الخلاف لربما في بغداد، هنالك خلافات سياسية، هنالك تلكع ببعض الفعاليات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في امتصاص نقمة العنف وعدم اندفاع الشباب العاطلين عن العمل، وآلاف مؤلفة من خريجي الجامعات حتى على مستوى الدكتوراه والماجستير وليس على مستوى البكالوريوس، هذه بحاجة أعتقد إلى معالجة، وأعتقد أنها هي مشكلة عربية وليس مشكلة عراقية. طيب دكتور فاضل، حضرتك يعني ذكرت في سياق حديثك بانه كنت اتمنى بانه خطاب عادل عبد المهدي بياتي متحدثا بشكل اكثر عن اعاده البناء ويعني امور اخرى بخلاف العمليه العسكريه. طيب سؤالي لحضرتك يعني ما زال متعلق بفلول داعش ومتعلق يعني الى حد كبير بفكره الارهاب في حد ذاتها. هل حضرتك بترى انه وجود من تم القبض عليهم في من هذا التنظيم الإرهابي في السجون العراقية ومسألة محاسبتهم هي يعني مسألة خطيرة وربما تنذر بعودتهم من جديد، بمعنى أنه يعني وضع هؤلاء الإرهابيين في السجون وكيفية التعامل معهم بيكون له أبعاد خطيرة على أي مجتمع؟ في هذه النقطة تحديدا حضرتك بتقرأها يعني كيف تقرأها؟ السجون العراقية ممتلئة منذ 2003 لحد اليوم بالمعتقلين. جل المعتقلين وفق المادة 4 إرهاب، وهذه المادة التي يمكن أن يكون فيها المتهم مدام بالإرهاب. هنالك ما زالت محاكمات يعني بعض الأشخاص والمودعين في السجون ما زالوا بحاجة إلى محاكمات. أيضا هنالك مطالبات نيابية صدرت خلال هذا الأسبوع من بعض نواب البرلمان العراقي بضرورة إعادة النظر بالسجون والمعتقلين الموجودين، لأنه الكثير منهم ومن خلال ما تحدث به ممثلو الشعب ما زال هنالك الكثير ممن مودعين في السجون ومعتقلين وهم أبرياء. لكن في الوقت الذي ينبغي أن تكون هنالك مراجعة للدولة العراقية بمؤسساتها القضائية والعدلية بمراجعة فعلا
ألا يكون هنالك مظلوم في السجن. بنفس الوقت لا نتمنى للدولة العراقية أو للحكومة العراقية أن تطلق سراح أي من كل من ارتكب جرما إرهابيا وكان سببا بتعكير الوضع الأمني في العراق. طيب دكتور فاضل، فيما يخص إعادة البناء وما كنت يعني تأمله في الخطاب، ماذا عن بهذه الجزئية تحديدا، لأنها ربما تكون ضمن يعني احد او احد المحاور الاساسيه في العراق الان، مساله اعاده الاعمار واعاده البناء ومؤسسات الدوله وعوده كل المؤسسات الى طبيعتها والى عملها. يعني كيف ترى مساله اعاده البناء حاليا في العراق في ظل ربما هذه التطورات الامنيه الاخيره؟ اذا تحدثنا عن منجزات كبيره تحققت في الملف الامني، لكن في العراق للأسف ما زال هنالك نقص وتردي وانحدار في موضوع مشاريع التنمية والبناء. العراق دمر بآلة الحرب بعد الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق، ودمر نفسية الإنسان العراقي قبل أن يدمر المصنع والبنايات والبنى التحتية الخدمية للعراق. بالتالي يعني هذه بحاجة إلى أن تكون هنالك ثقافة جديدة ومرحلة بناء وتحدي لما مضى حتى ينهض العراق ويستعيد عافيته. هنالك جهد دولي يأتي إلى العراق في إطار التعاون الاقتصادي في إعادة الإعمار الصناعي والاستثمار، ولكن حتى اللحظة ما زال الوضع مرتبك في العراق من حيث الآليات التي يمكن أن تسهل هذا الأمر. لازلنا نعيش للأسف في العراق حالة الحصار المفروض على العراق منذ 1990 لحد اليوم. ثقافة الإنسان العراقي في الدولة ما زالت لم تنفتح على الخارج وتستفيد من خبرات الدول وتوظف يعني هذا الحراك الدبلوماسي وهذا الحراك الاقتصادي الذي تشهده بغداد، يعني خاصة في 2019 و2018 هنالك مؤتمرات دولية، مؤتمر المانحين في الكويت في شباط 2018، هنالك مؤتمرات خارجية كلها للآن لم يستفد منها العراق. وما تزال الزراعة معطلة، ما يزال الفلاح هو أفقر إنسان زاد فقره، ما تزال المصانع معطلة. هذه بحاجة إلى أن تنهض بها الدولة العراقية بمشاريع يمكن أن تحول أنظار الكثير من السياسيين ومناكفاتهم في داخل العراق في البرلمان إلى توجه تنموي، وهذا الذي ينبغي أن نحتاجه ويتحقق. شكرا جزيلا لك دكتور فاضل البدراني، أستاذ الإعلام بالجامعة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. أيضا ما زلنا في العراق، حيث تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لتطهير المناطق الصحراوية في محافظة الأنبار ونينوى من فلول تنظيم داعش الإرهابي. تواصل قوات الأمن في العراق تنفيذ عملياتها النوعية في عدد من المحافظات غربي البلاد وشمالها لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه. آخر تلك العمليات انطلاق عملية عسكرية لتطهير المناطق الصحراوية بمحافظتي الأنبار ونينوى، وبإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي. عملية هدفها تمشيط تلك المناطق من بقايا خلايا داعش الإرهابي وتأمينها بشكل كامل لإزالة الخطر عن القاطع الغربي للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني. وأسفرت العملية عن تدمير 28 وكرا وثمانية أنفاق والعثور على 13 عبوة ناسفة، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق إلقاء القبض على مجموعة إرهابية متخصصة باستخدام الأسلحة الكاتمة في تنفيذ عمليات الاغتيال في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، بالإضافة إلى استخدامها العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية. وعلى الصعيد الأمني بالعراق كذلك، أعلنت مديرية الشؤون الداخلية عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم الإرهاب في محافظة ديالى. إذن عمليات نوعية تقوم بها القوات العراقية لضمان القضاء على فلول داعش الإرهابي،
وتعكس الإحصاءات التي أكدت تصدر العراق لمؤشر الدول التي شهدت أكبر عدد من العمليات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي بواقع 3 هجمات.